مدام شيرين جوزك بيدي قلوب حب لمين مش عارف وهو بيدي قلوب حب اهو بيدي قلوب حب انا لقيتك بتعمل ما تقول لي تقربش عليا انت قاعد بيدي قلوب حب و... اليوم هن ضربات الجزاء بين رامي صبري الزملكاوي وأسامة زيكو الأهلاوي. طبعا رامي قلنا له اختر اربع يعني سيدات البس قلنا له لانه هن خمسه يعني اربعه وخمسه وفريق الرجال ماشي انت فريقك حيسدد على فريقه ماشي وهم حيسددوا عليكم بلنتيات بس انت انت حارس المرمى انا حاسمع ادونا معك الدرهم جايبه تعال هات تعال ما شاء الله بلاش حارس حزين حزين معاه هو درهم ما معه غيره هذا الشاب هذا قيس الشيخ نجيب عايز الكتابه ولا الدله 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 ها الدلل دلل صح حتشوت شوت يلا اقعد يا زيكو يلا يلا انت اخر واحد حيشوت فريقك تبع البنات حيشوت بالاول يلا تسمعوا الصفاره وتشوتوا لحظه حتبدا مين غاده طبعا رامي غاده ونوره واختها علاقتهم بكرة القدم نفس علاقتك باللغة الصينية. Nothing. Nothing. انت بتشوتي هنا يلا بعد اشوف يلا يلا غاده قلت لك دي ملهاش هذه واحدة برا وهذه أختها التوأم بس أصغر منها بسنة قعدت سنة لولدت يلا أنت كمان هتشوتي؟ لحظة تعي 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 انت عملتي ايه لما شطتي هذا لا بس بس اسمع حرام عليك اعمل لي يعني عملتي يلا حبيبتي يلا دي جاي في الشحاطه يا 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 رب جاي في الشحاطه بس جاي في الشبشب انت يلا يلا لا انا الاخيره والله لا تصبوط عسكري لازم تجيب جول واخيرا نوره ليدي جاجا العرب يلا شجعوني لا ركز بعده بعده لحظه لحظه رامي شوتي كده لحظه اخلوا المنطقه اخلوا المنطقه اخلوا لحظه رامي اخلوا المنطقه سياره الاسعاف ارجعوا لورا يا شباب يلا جامد تعب لا والان دور رامي فار فار انت شط قبل ما صفر اه صح بس هي حلوه لانه يلا روح يلا يلا رامي دورك يلا يا شباب طلعوا غلكم كله برامي يلا تعال رامي تحارس مرمى دلوقتي ما بعرفش لا لا انت حتقعد لا والله ما اعرف طب اقعد اختار واحده من فريقك حارس مرمى تعي غاده تعي يلا يلا الاربعه طب تعوا يلا الاربعه يلا يا فريق ضد رامي فريق اسامه يلا يا شباب يلا ابداوا يلا حيشوطوا عليهم يلا بالراحه بالراحه ايه يا عم انت تخانق ولا ايه بالراحه هذه اول واحدة برا ده انت كوسه كوسه يعني عم بقول لك لا تشوط رامي خليهم يشوط عشان بنات يعني يلا طب اشوف راح برا يعني ما في مجال تفوت الكره في مجال في مجال في واحد فيكم ممكن يسجل هدف يلا سوري قلقنا منامك بس لازم تسجل ضربه جزاء يلا يلا كادت أن تسجل كادت أن تسجل هدف طب يلا أسامة لا هذا أنت اللي بتحبه لرامي يلا حبيب أسامة والآن دور رامي صبري رامي فيك تسجل هدف بعد والفائز هو فريق رامي صبري
رام رامي اختار قميص المنتخب السعودي رقم واحد رامي صبري. شكرا شكرا على والله ضيف مين بيصوت انه كان ضيف لذيذ جدا. كوسا حبيبي انت عايز ايه؟ انت متغاظ مني معاك. اولا اكلم الكاميرا فين الكاميرا؟ اي كاميرا. اولا انا اول مره ليا معاك وانا مبسوط اني عرفت عليك وان شاء الله مش هعملها تاني ان شاء الله. جمهور عظيم جميل من كل انحاء العالم العربي، سوريا وتونس ومصر والسعوديه وكل حته، فعايزين تحيه ليهم كبيره ان شاء الله. كلمه تقول لامك وهي تتابعك الان. امي حبيبتي منوره بتشوفني اكيد دلوقتي، غالي عندي، بتمنى لها يا رب دايما صحة وعافية على طول. شيرين حبيبتي أم ولادي، إخواتي عشان دايما ما بكلمش عنهم، سارة وآلة وريم. فايزة. مين فايزة؟ ما اللي كنا بتحكي عليها تحت الهواء يا راجل. يا راجل. سميرة. طيب سميرة عايز اسلم على صاحبي محمد الشاعر حبيبي، هو قاعد بيتفرج عليا دلوقتي. اي حد في الحارة صحابي. لا صحابي بيتفرجوا عليا على طول والله جد. سلم عليهم ده راجل جدع صاحب حبيبي. صاحبه حبيبي. شكرا لك رامي صبري حبيبي. مبسوط اني كنت معاك حبيبي. ونختم باغنيه، يلا ادونا ادونا الاغنيه، يلا يلا. على نيتهم ما ينفعوش على قد ما ضرهم، بس انا برضو ما حدش يجي عليا ويكسب عمره. طيبه قلبي دي بتطمعهم بتشجعهم يتصرفوا كده، اخلص منهم و